السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحياتي لكم جميعا وبرحب بكم في سلسله كيف تقول باللغه الانجليزيه في الحلقه رقم 90 وبدون اي تاخير دعونا نبدا كيف تقول باللغه الانجليزيه الصباح رباح زدي هزايس 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 العباره التاليه كيف تقول باللغه الانجليزيه هذا أبغض شيء إلي أو دي أخطر حاجة بكرها في حياتي؟ This is my bad version. 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 version. العبارة التالية كيف تقول باللغة الإنجليزية؟

والضغط على زر لايك like وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته